السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ده اول فيديو ان شاء الله هصوره لكم بعد الجواز. طبعا شكرا لكل الناس اللي جات الفرح وشرفتني، طبعا هم ناس كتيره جدا جدا من القناه ومن الفيسبوك جولي. وعايزه اقول شكرا طبعا لكل الناس اللي كلمتني من بره، والناس اللي بعتت لي هدايا كتيره من بره، وكل واحده جات لي وجابت لي معاها هديه برضو. شكرا جدا يا جماعه، والقناة طبعا دي مفتوحه بيكم وكلامكم ودعمكم ليا، وان شاء الله استنوا بقى فيديوهات كتير هعملها لكم وان شاء الله هتعجبكم. السلام عليكم، احنا النهارده في مطبخ العروسه. البنات لسه متجوزه جديد طبعا هعمل لكم بقى وصفات تبقى سهله كده ومختلفه عن الطبيخ اللي العادي، اللي هتقولي ايه تسالي جوزك تاكل ايه؟ رز وطبيخ. رز وطبيخ ايه بس حضرتك؟ انسى بقى الطبيخ شويه. انا عندي فراخ اعمل لكم النهارده ان شاء الله. اول حاجه كلينولي، بس هعمله بالفراخ وبالسبانخ. المقادير معايا، ادي كده حزمه سبانخ اهي انا غسلاها. دي كان كل ما يعني امي كانت كل ما تجيب لها اكل ولا حاجه يفيد عندي حته فرخه، فضلت اجمعتهم في الفريزر كلهم لحد ما النهارده قطعتهم بقى كلهم، حتى تلاقيهم مطرح ما كانوا محمرين اهو. يعني دي بواقي فراخ عندي انا فضلت اجمع فيها، كل ما يتبقى حته اشيلها في كيس في الفريزر لحد ما طلعتهم قلت ايه استخدمهم النهارده. وعندي اللبن قد الدقيق، بصوا قد ايه اللبن قد الدقيق. وعندي بيضتين صغيرين اهو، ورشه فلفل اسود وملح وحته زبده، وطبعا جبنه موتزاريلا لو انتوا عايزين اهي. اول حاجه لسه عايزه اقول لكم على حاجه، الكالينولي اللي باللحمه بتحط عليه صلصه، ده بالفراخ مش هحط عليه صلصه. انتوا عايزين تحط على الوش بتاعه بشاميل حطوا، انا ما بحطش عليه فهيبقى تقيل جدا، يبقى فراخ وسبانخ وجبنه وكريب وكالينولي ابتدى وبشاميل كمان، لا هيبقى كتير عشان تعملي الاكله دي تعملي جنبها حاجه خفيفه تاني. اول حاجه طبعا هيضرب ده كله في الخلاط اهو، تمام؟ عندك خلاط او مضرب الايد او اي حاجه انا هحطهم هنا عشان الخلاط بتاعي كبير فهيسحم لي الدنيا. ادي الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، مش مشكله. وادي اللبن اهو، وادي رشه فلفل، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي البتين كمان، هنحط ادي قطعه زبده وادي واحده كمان اهي، قطعتين بالظبط دولك عشان همسح بيهم الطاسه، تمام؟ وادي شويه ملح صغيرين اهو، ممكن تعمليه في الخلاط. انا هضربه كده ضربه بسرعه بالخلاط العجيب ده. خلاص خلاص كده اهي، صفيه كويس قوي علشان ما صلصلش وانا شايلاه. تعالى بقى نعمل الاقراص الكالينولي، وبالمره ايه ندبل السبانخ مع الفراخ. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي اهو، ولا تقيل ولا خفيف اهو. هنا طاسه فاضيه اهي، حطي فيها حته زبده، بصوا دي صغننه خالص اهي، دي عشان هعمل فيها السبانخ. دي الطاسه الصغيره اللي انا هعمل فيها الكالينولي، بصوا اهي حته زبده، بصوا مسحتها بسيط خالص، وبمنديل اهي، بصوا مسحتها مسحه بسيطه خالص اهي. شايفين النار بتبقى واطيه، ولا واطيه قوي ولا عاليه قوي، تبقى مظبوطه. هنا هحط السبانخ اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، من غير حاجه خالص اهي، واسيبها بقى ايه تكبر براحتها. وهنا اهي الطاسه سخنت، قول بسم الله الرحمن الرحيم اهي. الحجم اللي انت عايزاه، انا بحبه صغير اهو اهو. اسيبه بقى ايه يستوي، بقى كده هقلبه زي ما انتم شايفين كده اهو. وادي شويه ملح اهو بسيط اهو، وشويه فلفل، وطبعا احط شويه بابريكا وشويه بهارات ادي اهو، ادي شويه بابريكا كمان. توابل بقى اللي انت عايزاه حطيه، انا عايزه انكه يبقى فيها نكهه بسيطه كده اهي. ممكن ما تحطيش سبانخ، تحطي خضار عادي، بس السبانخ بتبقى حلوه وبتبقى ماشيه قوي مع الفراخ. ابصوا بصوا الكريب بقى عامل ازاي، الكالينولي اهو بصوا اهو، شايفينه اهو.
خلاص بقت جاهزه اهي، حطها فوق الثانيه اهي تمام، ونحط واحده كمان نعملوها كده اهو اهي. السبانخ بقت جاهزه خالص اهي، هروح حط عليها الفراخ اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، في حته عظمه بس، وقلبهم في بعض كويس قوي. ممكن يا جماعه اقعدوا تحطوا عليها مشروم، بيبقى حلو قوي المشروم قوي. قلبوا كده اهي بحاجه خفيفه كده اهو اهو، بصوا اهي شايفين عامله ازاي اهي. خلاص كفايه كده اهو، كده السبانخ والفراخ جاهزين، هقطع عليهم بقى واسيبهم يبردوا لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. اخر واحده هي يا جماعه، انا كده خلصتهم كلهم، بصوا الكميه عملت لي شويه حلوين اهم. بسم الله الرحمن الرحيم اهم، طريه واحسن من بره وانضف من بره 100 مره. لو انتوا عايزين تعملوا حجم اكبر من كده اعملوه. نروح بقى علشان نحشيهم. خلاص اهي، بصوا بقى اي نوع جبنه عندك حطي منه، عندك شيدر حطي منها، عندك موتزاريلا حطي، عندك جبنه رومي حطي. انا عندي جبنه اللي هي البطاطا احط منها معلقتين، يعني انا عايزه اديها طعم عشان انا بحب الجبنه دي جدا تمام اهي. شويه وادي شويه جبنه موتزاريلا كمان عليها اهي، دي موتزاريلا نوع اسمه فينيسيا، انا بشتريه من السوبر ماركت سايبه وبعملها في الكبه اهي. دي ناشفه دي بس كفايه كده. اقلبهم بقى كلهم في بعض وابتدي احشي بيه، قلبها كويس جدا عشان كلها فيها جبنه وكلها فيها سبانخ وكلها فيها فراخ اهي. خلاص كده بقت الحشوه جاهزه اهي، وادي الكالينولي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، نلف رول كده اهو تمام زي ما انتم شايفين كده اهو، نرصه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم اي حشوه عندك، ممكن تحطي لحمه مفرومه متعصجه، ممكن تحطي خضار وجبنه، بس دي عشان خاطر كان عندي بواقي فراخ زي ما قلت لكم، قلت استفيد بيها واعمل صنف ايه يكون حلو كده. بصوا ناعمه ازاي وبصوا خفيفه ازاي. في ناس يا جماعه مش هتعرف تلف رول، بتعمله مجنب كده، بس الرول اسهل واحسن اهي، شايفين اهي. اي صينيه عندك حطي فيها، عندك بايركس حطي فيها، عندك المونيا بس ادهنيها دهنه بسيطه من تحت، عندك تيفال حطي اهي اهي يا جماعه. بس يا جماعه انا كده اهو خلصت، زي ما انتم شايفين اهو كده اهو خلصت. نروح بقى رش على وشها كده شويه موتزاريلا. عايزين تعملوا بشاميل خفيف وتحطوه حطوه، بس انا بستتقله. انتوا عايزين يا جماعه تحطوا ازواق حطوا، مفيش مشكله اهو. خلاص انا كده خلصت اهو، طبعا دي بتخش الفرن من ربع لتلت ساعه بالظبط، لحد ما تتحمر البسيط من تحت وتشغلي الشوايه من فوق. انا النهارده مش هحطها في فرن البوتاجاز، انا هحطها هنا في الفرن الصغير ده، تعالى اوريكم انا بشغله ازاي عشان لو حد عنده زيه. بصوا انا هسيبها اهو بالظبط تلت ساعه، وهشغل كده اهو من تحت من غير المروحه تمام، وعلى درجه حراره 200 اهو تمام. بسم الله الرحمن الرحيم وادي اهو،
بص انا خلصت خالص، انت اللي عبس وحملت وشه شويه عشان احنا بنحب وشه متحمر اهو، شايفين؟ طلع اتنين كده اهو ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي زي ما انتم شايفين اهو، قطع اتنين كده اهو، واحده واحده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. بصوا اهي، بصوا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله ازاي من جوه اهي، فيها السبانخ والفراخ وكله والجبنه، والحته حلوه جدا. ان شاء الله يا جماعه تجربوها كده بالحشوه تعجبكم. ممكن لحمه، ممكن خضار. بصوا عامله ازاي اللحمه، الفراخ فيها، بصوا بصوا عامله ازاي ريحتها وطعمها حلو جدا، وخصوصا الجبنه الكريمه اللي انا حطيتها، اديتها طعم الجبنه الرومي حلوه قوي برده. جربوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله.